يا بيوم؟ دورت عليك كتير. ايه خير؟ محروس غايب شوية لكن لازم تعتبريه موجود. هو راح فين؟ الرزق يحب الخفية، وانت عارف ان محروس زي اخويا واكتر شوية، فعايزك تعتبريني زيه. تمام، كتر خيرك يا بيوم. يعني انت عارف سكته؟ لسه، لكن هعرف. دم بتجري، حرام تضيع عمرك دايرة في الشوارع كده. كريم، هو انا هخطف لي عريس؟ قديم مستنيه محروس. محروس، ابقى قابليني يا حميدة. اسمعي كلام امك، البنت زي الفاكهة ملهاش سوق الا اذا كانت مرعرعة كده وصبحة. يوه، اسمتي كده؟ طب بلاش من الاعياد، ايه رأيك في الواد بيومي؟ يوه يما، انت عاوزاني ادلل على نفسي؟ يا بنت خايفة عليكي، كل البنات اللي حواليكي ربنا رضي عنهم، وانت حالك مايل ليه؟ انت عارفة. عارفة؟ عارفة ايه؟ ايدك ماسكة الراجل اللي ما يقدرش يلمك ويكفيكي يغور عن وشك. ولا لا، انا هصرف عليكي وعليه كمان. ادي اللي كانت ناقصة، اتجوزتها تتاخر، راحت وجابت لي راخر. الله يعينك، انا خارجة. بالسلامة. يا لهوي، ايه يا واد يا بيوم، انت بتشرب دخان؟ ست نجاح، لا دي سيجارة كده تفريح، ادها لي زبون تحية. افتكرتك ابتديت تضيع فلوسك على الدخان. قول لي واه، انت عملت ايه للبنت؟ بنت مين يا ست نجاح؟ بنتي حميدة. ولا انت اكلت مع عقل البنت حلاوة يا واد؟ ابقى تعال. الشيشة، الشيشة تسوقي. أنا عاوز أعرف الفلوس اللي عندك هتعملي بيها إيه؟ فيها حاجة لو افتكرتني بشوية منهم؟ الفلوس دي أفتكر نفسي بيها يا حلتم. تفتكري بيها إيه؟ نفسك؟ آه نفسي، حرام يعني لما أعطر على راجل يستر عليا وأنا في السن ده. وانا يا اما انت عندك شبابك يرحمك، لكن انا عندي ايه بقى الرجاله تبص لي؟ بس الفلوس اللي عندك فيها من تعبي وشقايا. تعبك وشقاكي هتاخديهم على داير مليم، هما 7 جنيه ما فيش غيرهم. كم؟ 7 جنيه ونص لاجل الحلفان. السبعة جنيه قفلي على الموضوع ده واجري شوفي مين. اتحرك يا بنت. السبعة جنيه تعبي وشقايا تشوف بيهم نفسها. ست انشراح موجودة؟ أصلها قالت لي بقفوت. تعال اتفضل يا بيوم، ده البيت بيتك. الشاي يا بنت حميدة. يا ساتر. أهلا أهلا ساتر. أهلا أهلا، بيتك ومطرحك ربنا يجعله عامر. قول أخبار المنايل على عينه إيه؟ مين المنايل على عينه؟ المنايل على عينه محروس الون. آه، ما هو لسه ما فيش أخبار عنه، إنما أكيد مؤكد هتوصلني أخبار منه. أنا بقى عندي أخبار عنه بسلامته، وبقى هرب من الحارة ولا يمكن هيرجع لها تاني. أصل بقى المعلم عباس طارده، قال إنه اتجرأ وقعد قدامه على القهوة وهو حاطط رجله على رجله. ما تصدقيش كلام الناس يا ست انشراح. كل اللي اعرفه ان محروس لقى شغلانه تانية. لا يا شيخ، الشاي ايه يا بنت ده؟ بترزعي الشاي كده ليه؟ مالك؟ في ايه؟ ماليش، مفيش. اللي ماليش مفيش، الظاهر مش عايزه انا اقعد معاكم، انا داخله جوه. الله الله، وحيد الله يا ست انشراح. جرايه حميده، مزعله امك ليه؟ استريح يا ست انشراح. لا انا داخله المطبخ اعمل فنجان قهوه اروق دماغي. ملكة حميدة، عاد دورتك ليه؟ مبروك يا عريس الغفلة، عرفت تنقي. أنا عريس؟ مين اللي قال كده؟ طب وهتجوز مين؟ أيوه، أعمل عبيط. اسمع يا بيومي، أنا ما أحبش الراجل اللي يضحك على عقل واحدة ست. ابعد عن أمي. أمك؟
يا خبر زي بعضه، وامك حد يرضى يتجوزها؟ ده انا متهيألي ملهاش غير عريس واحد يفرش لها شقه في الغفير. يا ساتر. بيومي، تقدر تقول لي جيت هنا ليه؟ جيت على علشانك يا حميده. محروس صاحبك، لما يرجع اقول له ايه؟ كل ده يطلع منك يا بيومي، وانا اللي كنت فاكراك دهول. مستعجلة على ايه؟ خايفة من امي. النهاردة مفيش حد هيسأل على حد، قولي لها معرفتش ادخل الحرم العركة. وكمان خبيث يخرب عقلك. طيب يا حمودة، طيب يا بيومي، هتروحوا مني فين؟ وحشتيني يا حميدة. الحمد لله على السلامة. أمال أمال إيه الكلام اللي قاله بيومي ده؟ قال إيه بيومي؟ قال إنك مش راجع تاني. أهو كلام. ما تقعد يا محروس، واقف ليه؟ أمي زمانها جاية، دي حتى هتفرح قوي لما تشوفك. أمك وشها بيتعكر لما تشوفني. حميدة، ليه عملتي كده؟ أنا عملت حاجة يا محروس؟ عملت كتير يا حميدة، خليتيني أسيب شغلي وأكل عيشي، غرستيني في الطين، خليتيني أقتل المعلم عباس في دوت الحارة. وأكتر من كده خليتيني أفتكر إن الراجل الوحيد في حياتك، وانك ما حبيتيش ولا هتحبي حد غيري، وبعد كده خنتيني ومع مين؟ مع صاحبي. خنتيني يا حبيبي.